حديث المدينة هو الذي جاب الشوارع واستطاع أن ينقل صورة دقيقة حقيقية بشجاعة. أنا بعتقد أن التصوير في الهواء الطلق مهم. دعوة جتني من صلاح زكي، أشهر من قرأ نشرة أخبار على شاشة التلفزيون. الدعوة دي أنا لا أعلم إلى أين تمضي. كل القيمة الوحيدة إن أنا طلع اسمي على لسان السيدة أمال فهمي، فوزير رمضان التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها أمال فهمي على مدى سنين. فلفت نظر صلاح زكي قال لي تعالى، فرحت. وبعدين قال لي كلمة إعداد عندك فكرة بيها؟ قلت له أحاول. قال لي أقعد مع حد من القدام، فقعدت مع العظيم نور الدمرداش. قلت له يعني إيه إعداد؟ قال لي يعني تبقى عارف مين اللي يتكلم في الموضوع الفلاني بأبسط الأشياء وأزكاها. وقد كان أول برنامج طلع على شاشة التلفزيون يحمل اسمي إعداد كان مع سيدة الخبر السيدة سميرة الكيلاني، وعملت برنامج نجمك المفضل، وكانت أول شخصية عملناها سيدة سميرة أحمد، ولأول مرة تخرج الكاميرات وتصور فساتين سميرة أحمد وجلساتها ومروحها النادي. كان هذا هو أول شكل من تلفزة الصحافة. عايز أسألك عن حاجة، أنا عايز أعرف إلى أي مدرسة ينتمي عادل إمام؟ ولما بيتقال إن أنا تلفزت التلفزيون أو تلفزت الصحافة، بعتقد إنه كان ضرورة إن الناس تشوف الخبر متصور. وبعد تجربتي مع التلفزيون المصري اللي كتافي لحم كتافي منه، اللي أنا مدين له العمر، اللي أنا اشتغلت مع سعيد عيادة ونادية كمال وأحمد معوض وجميل المغازي والعظيم حمدي السكروت، أسماء ربما لا يعرفها الناس، لكني أقدر جيدا دعوة التلفزيون حينما يأتي بالبشر الذين عاشوا يوما ما يقدمون للناس البرامج ويأتون بهم ويسمعون حكاياتهم.